اتصل إنسان بالتلفون فقال أريد فلان، فذهب فوضع مسجل عند سماعة الهاتف يقرأ قراءة قرآن، ايه ثم نادى فلان، هل في إهانة قراءة قرآن ولا ما في؟ والله هذه يستعملها بعض الاخوه اذا ازمت عليه وقلت اريد فلانا اسمعك ايه من القران، حتى في بعض الجهات المسؤوله، لكني ارى ان يجعل بدل ذلك شيء من الحكم والامثال او حكم من الاحكام الشرعيه. نعم، مثلا يعني يجعل مثلا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بلا طمأنينة، ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، يعني ما يجب من صلاة الجماعة، هذا أحسن. لأن القرآن أولا ربما يكون الذي زهم عليك يتكرر هذا الشيء، يتكرر هذا الشيء ولا يطمئن له. أنا الحمد لله وإياكم نحب القرآن، لكن قد يكون بعض الناس ما يحب، يعني يستثقله، وإن كان ما يكره كراهة قلبية لكن يستثقله، أي يقول شل مثلا الرجال هذا يبي يلزمنا مثلا نستمع، ثم يغلق السماعة أو يبقى على مضض. والحمد لله إذا جبت أحكام ولا حكم، رأس العلم مخافة الله، أو رأس الحكمة مخافة الله، أو ما أشبه ذلك. طيب هذا الأول، يعني هذا الأول. نعم، هذا أي هذه نعم صحيح، بعضهم يجعل موسيقى يدعون أن هذا في نفس السنتران هنا، لكن لو شاءوا أجروه.